الجامع وبالفضل ديال الغيره ديال الجامع، اما ماديا لا الجمعيه اللي المنظمه اللي هو الرئيس ديالها هو السي ابراهيم القور صراحه لم كدعم مادي من اي جهه، لا ما كاين حتى شي دعم مادي بالنسبه نهائيا، انما مجهودات ذاتيه محضه الناس اللي عندها الغيره على هذه المدينه وعندها الغيره على هذا الايفينمون خصوصا. سؤال لحضرتك وسؤال للاستاذ هاني. رانيا محمود مذيعه القناه الفضائيه المصريه. الاول بنشكر حضرتك رانيا محمود مذيعه القناه الفضائيه المصريه وبنمثل برنامج النادي العربي بيتذاع على شاشه القناه الفضائيه المصريه. نحب نسال اول استاذ هاني البحيري، طبعا ابن بلدي مصمم ازياء مصري وعالمي، نحب نعرف راي حضرتك في القبطان المغربي كزي، وهل حضرتك تقدر تضيف لمسات من الموروث الثقافي المصري للقبطان المغربي علشان يبقى فيه طعم مصري شويه؟ ده سؤال لحضرتك. اوكي، طبعا انا يمكن قلت من شويه ان انا كنت جيت قبل كده للرباط وعملنا فاشن شو مصري مغربي، وقد ايه وقعت بغرام وحب زي المغربي القفطان والتقشيطه، ونزلت السوق التقليدي في الرباط واخدت جوله كده عن المحلات اللي بتشتغل التقشيطه، قد ايه شغلهم تحفه وقد ايه شغل الهاند ميد وقد ايه عندهم صعوبه ان هم ينفذوا بالتقنيه العاليه قوي دي. فانا يمكن يعني الكلام ده من 9 سنين، فيمكن انا اشتقيت بعض الـ يعني الافكار الحزام العريض والشغل الهاند ميد كتير في شغلي دلوقتي، في افكار من المغربي وكتير من كل الديزاينرز العالميين بيخشوا يشوفوا الثقافه المغربيه عامله ازاي. احنا قلنا ان احنا الزي المغربي بيحاكي الشياكه والوقار، فعندنا كتير دلوقتي بنلبس الفستان، السيدات بيلبسوا الفستان وعليه المنطو او الكيف، ده مشتق من الثقافه المغربيه. وانا حاليا بعمل كتير او كده للمحجبات بيمشي، وللستات اللي هي بتحب مثلا من نازله من بيتها مش قادره تلبس منك ولا فورير او حاجه تلفت الكيب اللي هو شكل القفطان، وممكن جوه الحفله بتشيله بتبقى بالفستان عادي. انا ممكن اغير شويه فيه عشان يبقى شويه معاصر ويحاكي ظروف البنات الصغيرات والافكار الجديده، بس برضو يحتفظ بنفس الشكل اللي هو القطعتين يعني اللي هو فيه الشياكه والاناقه. وانا ان شاء الله يعني انا في بالي عندي ان شاء الله جزئيه كبيره داخله في شغلي بريتا بوتيه اللي هو اللاين البيدت وير، وهبتدي اعمل مش طبعا تيبيكال مغربي عشان طبعا كل بلد ليها زيها الشياكه، بس هيبقى فيه مشتق شويه الفكره عشان ده انا شفت انها فيها وقار وشياكه.